شارك معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء منتسبي وزارة شؤون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والمجالس البلدية وأهالي محافظة العاصمة وعدد من الفرق الرياضية التطوعية فعالية المشي التي نظمتها الوزارة في ممشى أم الحصم صباح هذا اليوم احتفاء باليوم الرياضي لمملكة البحرين وإذانا بالافتتاح الرسمي للممشى. ولدى وصول معاليه موقع الفعالية كان في مقدمة مستقبليه سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وعدد من المسؤولين والمدعوين. وبهذه المناسبة أكد معالي أن توفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتمكينهم من مزاولتها بسهولة ويسر عبر توفير مقوماتها نابع من الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالصحة العامة للمجتمع وتعزيزها. وقال معاليه بهذه المناسبة إن الحكومة وبمتابعة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مستمرة في تنفيذ وتوفير المرافق العامة في جميع محافظات المملكة والارتقاء بها وصيانتها لا سيما المماشي ذات الواجهات البحرية والتي من شأنها أن تكفل تمتع المواطنين ببيئة آمنة وحياة صحية وتشجعهم في الوقت نفسه على ممارسة الرياضات المختلفة بوصفها أسلوب حياة. اليوم ممشى أم الحصم، هذا الممشى المهم واللي يقع على شارع الشيخ عيسى بطول 800 متر. طبعا احنا في شؤون البلديات هناك اهتمام كبير في ما يتعلق بمشاريع المماشي وهناك مشاريع مستمرة كل سنة عندنا عدد من مشاريع المماشي. ممشى أم الحصم اليوم مثل ما تشوفونه بحلة جديدة في جميع مقومات المماشي وخاصة ما يتعلق بالعام الأحماء وأيضا هناك الجلسات على الامتداد وركزنا حقيقة على موضوع التشجير بيكون هناك تشجير مكثف في هذا الممشى. اليوم نحتفل مع معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في افتتاح ممشى أم الحصم وبالتالي هذه إضافة ليوم البحرين الرياضي اللي هو أكيد يعكس رؤية قيادة مملكة البحرين في أن الجميع يمارس هذا النشاط اليوم الرياضي على كافة المستويات الرجال والنساء وأطفال وكبار، فبالتالي الجميع اليوم يحتفي بثلاثة أيام يوم أيام رياضي في مملكة البحرين، فالتوفيق للجميع إن شاء الله. يسعدنا اليوم أن يشرفنا معالي الشيخ خالد نائب رئيس مجلس الوزراء بالاحتفال باليوم الرياضي بيوم الوطن الرياضي، ويسعدنا ان نفتتح ممشى سيف ام الحصم، هذا الممشى الجميل اللي الكل يتطلع الى ممارسه الرياضه في هذا اليوم الجميل يوم الوطني للرياضه، ونشكر الجميع على تعاونهم، وهذا يعني شيء يدل ان الكل يعني يحب انه يكون من السباقين في الأعمال الرياضية واللي يعني تساهم في الصحة والسلامة. نهنئ البحرين بهذا اليوم العظيم اللي هو يوم الرياضي البحريني، وطبعا احنا مثل كل سنة تعودنا ان احنا نشارك وزارة الشؤون والبلديات على هاي الفعاليات دائما ان احنا معاهم، فنتمنى من كل الجمهور البحريني المشاركة في هاي الفعاليات لإحياء الرياضة في المملكة الغالية. اليوم طبعا اليوم الرياضي للبحرين وجميع الإدارات والمؤسسات يلعبون رياضة نص دوام اليوم، وبخصوص الممشى شيء جميل يعني انه يكون شيء متنفس حق الرياضة في البحرين وممتاز يعني، والأجواء كانت ان شاء الله ما شاء الله ممتازة.